هنبتدي من الصحف الإسبانية، تحديدا صحيفة ماركا اللي ركزت على نهائي بطولة أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، وكتبت لا يوجد جدار لمقاومتهم، واهتمت برضه بلقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دربي العاصمة الإسبانية، كتبت دربي المستقبل، اهتمت برضه بفوز برشلونة على ألشي 3-0 وكمان تصدر الدوري الإسباني، كتبت ليفاندوفسكي يعطي الصدارة لبرشلونة. أما صحيفة السبورت فركزت على فوز برشلونة على ألشي 3-0 وتصدره كمان للدوري الأسباني، وكتبت فوز ساحق يفتح أبواب الصدارة. قالت كمان أو تكلمت عن نهائي أمم أوروبا لكرة السلة بين المنتخب الأسباني والمنتخب الفرنسي، كتبت لنذهب كمان، اهتمت بدربي العاصمة الأسبانية ما بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت ريال مدريد يلعب دون بنزيما. صحيفة الموندو دي بورتيفو ركزت على فوز برشلونة 3-0 على ألشي وتصدر الدوري الأسباني، كمان كتبت متصدر وأشارت لنهائي كأس أوروبا لكرة السلة بين إسبانيا وفرنسا، وكتبت النهائي من أجل التاريخ، اهتمت برضو بدربي العاصمة الأسبانية ما بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت دربي متفجر، اهتمت برضو بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-0 وكمان استمرار تسجيل هالاند، كتبت هالاند يعود لتسجيل الأهداف ويصل الهدف رقم 11. من الصحف الإنجليزية صحيفة ذا ساند ركزت على فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون 3-0 في الدوري الإنجليزي، اهتمت برضو بتصريحات هاري كين عن الملكة الراحلة، وكتبت هاري كين الملكة إلهام حقيقي، اهتمت برضو بمصير روجرز مدرب ليستر سيتي بعد الهزيمة قصاد توتنهام بنتيجة 6-2، وكتبت براندن على الحافة. أما بقى صحيفة لوكيب الفرنسية فركزت على لقاء أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي، كتبت بدون مزاح، كمان اهتمت بنهائي كأس أوروبا لكرة السلة ما بين فرنسا وما بين إسبانيا، كتبت كلاسيكو نهائي. بكده خلصت فقرتنا العالمية، نروح مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا.